ككل عام يتجدد تاريخ 20 أوت ليذكر أجيال ما بعد الثورة بهجومات الشمال القسنطيني التي جاءت لفك حصار المستعمر الفرنسي على منطقة الأوراس، ملحمة نبانا خلالها مجاهدون عن شجاعة استثنائية أرعبت العدو الغاشم ورفعت الروح المعنوية لجيش التحرير الوطني. تاع الهجوم تاع الفوت يعني كي تفكرها الإنسان تزنزل القلب نتاعه، الإنسان القلب نتاع الإنسان ذكرى من يعني من اللي وقعت وأنا كي نحسب لها كي تتوجد يعني نبقى نفكر فيها. وهما شغل دخلت من الرهبة الرصاص يخبط الدحيس وانا القام نخمد لما انا تحت الواحد هكذا حتى دخلت فيهم هكذا ضربتهم ووليت ومعاي واحد يقولوا عليه خصري بالبومبا، بومبا كبيرة باش يطيش عليهم تم، وانا في خشب في الطيارة نضرب لين حتى شعلت فيها النار، انا نقدم هكذا باش نروح ليه باش نقطع الطيارة للطيار وهو يضرب لي 3-4 كرطاش ما عندوش كرطوش بزاف. هنا في هذا المتحف بسكيكدا يعمل القائمون عليه على حفظ المقتنيات الخاصة بالمجاهدين المشاركين في هجومات الشمال القسنطيني، متحف يشهد سنويا زيارات من مختلف ولايات الوطن. يضم جناح المتحف الجهوي المجاهد العقيد علي كافي تخليدا لهجومات الشمال القسنطيني والتي جاءت لفك الحصار عن الأوراس عدد من الأشياء المتحفية، منها صور لهجمات لردة الفعل الفرنسي على تلك الهجمات، كذلك معروضات شخصية للقائد المهندس هجمات الشمال القسنطيني منها المنظار والذي سلم من أحد المجاهدين، كذلك خريطة توضح العمليات كامل العمليات من 39 عملية قام بها المجاهدون آنذاك. ترسيخ بطولات وتضحيات شهدائنا ومجاهدينا خلال المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المجيدة في الذاكرة الوطنية له أهمية كبيرة من خلال توثيق الشهادات وحفظ مقتنيات مجاهدينا في مختلف المتاحف حتى تكون متاحة لكل الباحثين والمهتمين بالمجال.